الملصق الإلكتروني اللي احنا بنقعد كل شوية نأكد عليه يا جماعة ما تنسوش، وانا مش هبطل ومش هسكت لغاية يوم 20، فاضل من الزمن 40 يوم على مهلة وزارة الداخلية لمالكي المركبات بكافة انواعها بسرعة التوجه الى ادارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني. الوزارة أهابت بالمواطنين مالكي المركبات استبدال اللوحات المعدنية القديمة اللي هي الأرقام فقط باللوحات الجديدة المؤمنة حروف وأيضا أرقام دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وأنه هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة. مش عايزين نبقى مخالفين يا جماعة، الغرامة كبيرة ولازم نبقى ملتزمين، وده علشان مصلحتنا، ومش لازم نروح في آخر يوم، لأنه خلي بالكو كل ما تتأخروا كل ما الدنيا هتبقى زحمة، فخلوا بالكو أن انتوا تروحوا يعني تخلصوا بدري قبل ما تتزنقوا بقى وخلاص. انتوا عارفين احنا دايما بنسيب نفسنا لآخر وقت، ودلوقتي الحقيقة هم مدوا الفترة لغاية الساعة 8 مساء علشان اللي اتأخر أو اللي هو بيشتغل في فترة صباحية يقدر ان هو يروح بعد ما يخلص شغله. معايا على التليفون سيادة اللواء مدحت قريطة مساعد أول وزير الداخلية سابقا. مساء الخير سيادة اللواء. بخير أستاذ جيهان، أهلا وسهلا. أهلا بيك. احنا برضو عايزين نأكد على أهمية إن وجود هذا الملصق الإلكتروني على جميع السيارات في الجمهورية. بشكر سيادتك على المقدمة الجميلة ديت طبعا، والتأكيد على السادة المواطنين للتوجه، ومرة تانية هنقول الأهمية القصوى لهذا الملصق الإلكتروني. ايوه احنا مش هنزهق، احنا كل ما بنطلع بنفكرهم. بالظبط كده يا فندم. هو الملصق له أهمية أمنية كبيرة جدا خاصة بالسادة المواطنين أولا، واتكلمنا عنها اللي هو لو سيادته عربيته لا قدر الله اتسرقت ولا حاجة في جزء يعني في ثواني غرف العمليات بتتم تدليخها بهذا الرقم لو هي معلقه الملصق الالكتروني عن طريق الجنتري الموجوده والقوارئ الموجوده تستطيع تحديد مكانها وبتصورها كمان وبترسلها لجميع السادة ضباط الامن العام والسادة ضباط المرور على اللابتوب الموجود معاهم اللي سيتم تسليمه لحضراتكم. الحاجه الثانيه انه لو في انا بعرف منه الكشافات المروريه الكبيره الموجوده من خلالها بيتم ارسال رساله لسيادتك ونقول لك الاماكن اللي فيها كثافات مروريه عشان تبتعد عنها. أيوة. حاجه ثالثه كمان ان حضرتك انا كمان كمرور او وزاره الداخليه بنعمل ابحاث كثيره لتسهيل حركه المرور، فان احنا هنقدر ناخد منه احصائيات وتقارير على الكثافات الموجوده وعلى اعداد المركبات وانواعها كمان واسبابها هي عشان يصير حل مشكله مروريه. مش بس كده، كمان احنا كمان هنقدر نتعرف على السيارات الجمركيه اللي هي مخالفة لشروط الترخيص، بمعنى ان هي قعدت مدة اقامة اكثر من مدة ممنوع عليها، ونقدر نظبطها عشان ما تستغلش في اي حاجة امنية اخرى. الحملات طبعا المرورية هتقل كثيرا هذا الامر، واللي هي يعني بعض المواطنين كان بيقولوا والله حملات كثيرة بتعطل حركة المرور، خصوصا طبعا بعض الطرق الكبيرة اللي اتعملت دي كلها وحتى داخل القاهرة نفسها وتسهيل حركة المرور. طبعا الملصق ده هيخليني اعرف على طول او وزاره الداخليه سواء الضباط عن طريق قوارئ العربيه دي منتهيه ترخيصها ولا، فبالتالي لما اكون ترخيصها قدامي سليمه خلاص مش محتاج استاذ الضابط ان يستوقفها او يعمل حملات او خلافه. يعني فوائد كثيره وعديده جدا للساده المواطنين وللدوله نفسها، مشروع قومي امني كبير جدا وزاره الداخليه بتعمله، ويمكن من خلال المناشدات الكثيره من سيادتكم وزاره الداخليه لازم المواطنين تفهم مدى الاهميه، ليه وزاره الداخليه بتناشد، لان ده موضوع امني مهم جدا لحضراتكم وللدوله، فلازم ان احنا هنعمله. والملصق بقى له سنتين بيركب، يعني برضه بعض الناس يا استاذ جيهان بتقول يعني خلال 3 شهور يعني تقدر الدوله تعمل كل ده ازاي يعني؟ لا يا فندم، الملصق ده بيركب بقى له سنتين وحضرتك اللي ما رحتش، لان للاسف ان السيارات الملاكي السيادة بتعلمي ان هي بتجدد اسف يعني بتفحص فني كل 3 سنوات. فبالتالي ما بروحش بالعربيه بتاعته مين يجددها، وفي ناس كتير جدا بتدفع 3 سنين على بعض. وهو ده اللي احنا بنشرتهم من فضل حضراتكم، توجهوا بسرعه ادارات المرور. السيد وزير الداخليه من التعليمات مشدده جدا بتوفير اللازم والناس كتيره جدا عشان تركب هذا الملصق الالكتروني،
ويمكن النهارده السيد مدير امن القاهره كان بيمر بنفسه على الوحدات ده تاكيد طبعا، ويمكن قابل الناس وقابل المواطنين، وامر النهارده السيد مدير امن القاهره بان تعزز ادارات المرور كلها بالقاهره. طبعا اكيد هتكون توجيه على مستوى الجمهوريه بمهندسين فنيين اضافيين وموظفين اضافيين وشبابيك اكثر للرسوم، ده كل ده معناه فيه اهتمام كبير جدا من وزاره الداخليه. فمن خلال برنامج سيادتك بالناشد انا من فضل حضرتك زي ما سيادتك اتفضلتي اليوم مفتوح بالكامل حضرتك للساعه 5 ومن 5 ل 8 فتره ثانيه مخصصه بالكامل للمنسق الالكتروني. بشكر حضرتك سعادة اللواء مدحت كوريطة مساعد وزير الداخلية الأسبق.